تحياتي. موعد جديد في المحقق مع سلسله ضد مجهول السلسله نرجع فيها كل مره على قضايا شهيره فيها معطيات قد تكون كثيره ولكن سنوات بعد ارتكاب الجرائم فيها لليوم مازلنا ما نعرفوش من هو المجرم ومن هذه القضايا طبعا القضيه اللي نقترحها عليكم اليوم واللي للولايات المتحده الامريكيه، ما يغركش ساعات اكبر الدول اللي فيها الامكانيات الكبيره وكذا مره حكيت لكم عليها متاع مكاتب التحقيقات والتجهيزات والالات والاختبارات والتحاليل والفحوصات ولكن قضايا تبقى مقيدة ضد مجهول سنوات من بعد كيما القضية متاعنا الليلة اللي ترجع بينا لسنة 1980 قبل ما نجي لتفاصيل هذه القضية الجديدة مرحبا بالجميع في الكومينوتي متاع المحقق قاعد عامل كيف الحقيقة وانا كل مرة نقرأ في التعليق متاعكم لا يزي فيها الجانب الظامر لا فيها الجانب اللي يثبت هذه العلاقة بينكم وبين المحقق لا يزي كل مرة وانتم تتفنوا وانتم تقولوا لي شنو تعملوا وانتم تتفرجوا في المحقق اللي في الكوجينة اللي طيب اللي يسمع في الحلقة باش يجيه النوم اللي يخدم وغير ذلك نبقى نستنى تعليقكم في التعليق على هذه القضية وإجمالا على المحقق قولوا لي مثلا شو تعملوا وانتم تسمعوا في هذه القضية الجديدة من ضد مجهول حكايتنا ليلة تهزنا الكاليفورنيا الأمريكية وترجع بينا لعام 1980 وبش نحكي لكم على أم عزبة اسمها دوروتي وتحديدا اسمها دوروتي جين سكوت دوروتي عندها وليد صغير توا عمره 4 سنين جابته عام ستة وسبعين وقررت أنها تكرس حياتها ليه الحقيقة يعني كانت عندها قصة حب مع بو هتفل هذي ثم بعد ذلك ما عادش تحب تدخل في علاقات جديدة وبالتالي قررت أنها تكرس حياتها لولدها شان أه لكنها في وضعية اقتصادية معناها تعبة وبالتالي لازم تخدم تخدم برشا مش تخدم شوية إذا تخدم زوز خدم باش تنجم تقوم بروحها بصغيرها بدارها كان لازم انها كل صباح تهز ولدها البحذة امها وبها، ثم تعاود تاخذ كان اخر العشيه وكانوا عندها زوز خدم تخدمهم وقتها دوروتي كانت في فتره اولى تخدم في محل هذا محل ما تلقاش كيفه في تونس او في الدول العربيه يبيع في المواد اللي يتم استعمالها في سواقر الحشيش ها ولا الزطله أوراق الباكوات المقصات إلى غير ذلك هذه تخدم في الصباح أو في العشية تخدم في محل بيع لزاكسيسوار متاع الهارد روك كل ما هو آلات موسيقية كل ما هو لبسة أه وكيف كيف إلى غير ذلك من عالم الهارد روك هذا صباح وعشية وبعد في الليل تمشي تروح على روحها تهز ولدها وتروح به للدار حياتها هذه هي حياة روتينية نوعا ما حتى للي نصف الماي 1980 وقتها تبدأ تجي اتصالات غريبة عجيبة اتصالات على الفيكس عادة نحكيه عام ثمانين تليفون الفيكس تهز تليفون الو دوروتي انا نحبك ونموت عليك انتي شكون يا سيد شكون معايا يعلق تليفون هو بيدو يطلب من بعد ويلم من غدوه الو ديروتي انا راني باش نقضي عليك باي يقول دي انت شكون شكون اللي قاعد يكلم فيا يجيها تليفون قامت من غدوه والمره هذه يحبها ويموت عليها ويقولها انو انه ما ينجمش يعيش بلاش بيها يا راجل شكون يا شكونك انت هي دوروتي الحقيقة تتعقل في الصوت اما ما عرفتوش ترى لها انو الصوت تعرف وسميت لولا سامي الكل ولكن ما عقلتوش شكونه وبشوية بشوية ولا فما تليفون متاع العادة يلزم يرن التليفون عندها كان مش مرة راو مرتين في النهار وهي تجاوب وهو يقولها حشتين. يقول لها يا حاجتين يا يقول لها اللي هو يحبها ويموت عليها حبا جما يا يقول لها اللي هو باش يقضي عليها ويقطعها تروف تروف ومش بش يتعرفوا عليها نظرا لانه ما خلى فيها حتى طرف لاباس دوروتي ولات خايفة دخلت فيها غولة حكيت مع عائلتها ما فادوهاش برشا الحقيقة ما معطيات انها شكات للعناصر الامنية على هذه الاتصالات اللي لحد الان قالت هذا واحد مهبوط قاعد يعادي في قيت وبالتالي ها باش نقولوا بهبالو وبالتالي لم تعطي الامر ربما اكثر من ذلك اهتماما وواصلت حياتها بصفه عاديه وتواصلت هذه الاتصالات نهار 28 ماي 1980 دوروتي مشات تخدم على روحها كيما العاد لكن عندها واحد من الزملاء نتاعها في الخدمه اللي باش يتقلق فما كل ناموسه ولا أم أم عن يعني دقته فأتقلق لعبت عليه الدخة وزيد ولت عنده بلايس بلايس في أجزاء مختلفة من بدنه فقرروا أنهم ينقلوه على الفور للاستعجال السيد هذا هو كونراد اللي وصلته دوروتي مع صديقتهم بام وصلوه للمستشفى وبقاو غادي كي يتبعوا فيه وضعيته إلى ما إلى ذلك من بعد دوروتي بعد ما باش يقعدوا سوايع وهما يستناو في شني باش يقول لهم الاطباء باش يقصدوا ربي ويروحوا عاد دوروتي للجماعه اللي معاها باش يركبوا معاها في الكهرباء باش تقول لحظه نوصل دقيقتين للباركينج نجيب الكهرباء ونجي أو تمشي للباركينج استناو دقيقتين فخمسه فثمانيه فعشره في حتى ما فهميش فاربع ساعة فعشرين دقيقة قالك عداوين وين معناها وين هذا الباركينج عاد قروا انهم يمشيوا للباركينج هما يوصلوا للباركينج من بعيد غادي يشوفوا في الكربة متاع دوروتي بدا يقربوا يا دوروتي لباس شبيك هما يقربولها لها مازالوا ما وصلوا ليش والضوء يشعل الفنار متاع الكهرباء وفن تخرج الكرهبة جري شعرة واحدة لتهز بام في ثنيتها تفجعوا الجماعة يقولوا شبيه لبيس زعما سمعت زعما ولدها لبيس بلكش يكلموها من من ليكول ولا من الكريش ولا من ولا من دارهم ولا شنو قالوا لها على ولدها والا على كل حال روحوا كل واحد لبلاصتو وقت اللي وصلوا لكل واحد لخدمته ولا لدارو كلموا دارهم شقوا يسالوا عليها يا اخي وين يدوروا تيرا قبيله كانت في حاله كيا باش تقول لهم امها ما روحتش يا اخي شفتوها قال على الحقيقه احنا ما شفناهاش معناها شفنا الكرهبه خارجه تفلس معناها و... وكان فما الضو معناها جاهر العينين ما ما شفناهاش ليه على خاطر راهي ما روحتش من وقتها باش يتم البحث عليها باش يسالوا عليها في الخدمه باش يسالوا عليها في البلايص تمشيلهم ما فماش ريحتها ف يقرروا انهم يبلغوا العناصر الامنيه العناصر الامنيه من الاول باش الامور بكثير من الاستهتار قلت لكم الهدره هذه كثير من المرات في امريكا الحكايه قديمه ما جديده يعتبروا أنه الانسان اللي في عمر معين راشد بالغ كبير لا يستحق وصايه معناها باش يغيب ثلاثه سوايع وانت تهز تمشي تقول تعمل بلاغ ضايع ما يمشيوش بها حتى احنا عنا شوية منه وذيرة وإلا اللهم فما مؤشرات تدل أنه مكروه صار أما تمشي لهم تقولوا راو شفنا امرأة خارجة من الباركينج قبيلة في كرهبتها وظهرها في متغشة على ما يظهر حتى احنا ما ورانا ضاعت علينا أي بي يقول لك استنى غدوة ولا بعد غدوة وتو نشوفوا من الوقتها نفس الشيء صار مع الأصدقاء نتاع دوروتي لن تبحث عنها الشرطة في البداية ولن تجدها الشرطة في النهاية لأن دورتي اختفت ولن تعود شنو اللي صار لها بالضبط وشنو حكايتو هالمتصل الغريب هذا بالتليفون هذا نشوفه تفاصيله في الجزء الثاني من حكايتنا لليله